صدقوني يا جماعة صدقوني، هذه فرصتكم. أنا عمري ترى ما رحت حق مطربين، المطربين يوصلون لي بابي ويوقفون سرة ولا أعطيهم وي. ما تتكلم ما تتكلم يا سيد يعقوب، اقنع مبروكة. وافقي وافقي يا مبروكة، لا ترفضين النعمة اللي واصل لي محلجك. الأستاذ سلطان كاسيت بيسوي منكم أحسن مطربات. ما نبي نصير ولا يمكن نصير أحسن مطربات، حنا عارفين نفسنا وعارفين مستوانا. أستاذ كاسيت أظنك شربت الشاي، تفضل اطلع برا. سيد يعقوب أنا أنطرد؟ وين محظوظة؟ أنا أحب أسمع رأي محظوظة، هاتولي محظوظة الحين بسرعة. مالك شغل في محظوظة تفهم معاي؟ أنا اللي منع محظوظة أنها تطلع برا. وافتكر مو بس شربت الشاي، حتى قهوتك شربتها، تفضل من غير مطرود اطلع برا. يلا تحرك طالع. أنت يوم صدقة عبالك سجنك مطربة؟ ها أنت سمعت صوتك؟ عبالك صوتك حلو؟ هرن الجيب أحلى من صوتك. لكن هين يا مبروكة، إن ما قتلتك فنيا ماني سلطان كسبت. يا أستاذ سلطان لحظة أستاذ سلطان، علامك يا بنت علامك الله يخليك. ايش تبي؟ لا تزعل. تقنعونها تمضي العقد؟ تقنعونها توافق ولا شلون؟ لا ها؟ انا بجيب لك اثنين احسن من محظوظة ومبروكة. ذمتك؟ نعم. وينهم؟ وينهم؟ كاهم قدامك انا وزوجتي هيفاء. سيد كسد ترى انا صوتي وايد حلو، بس اسمعني انا بقني. ليش يا جارة ما تردين الزيارة؟ زعلانة انت علينا ولا تغل يا جارة؟ ما لنا حظ. لا الا هو اللي ما له حظ ولا له في الطيب نصيب ولا عنده اذون موسيقية ولا هو فنان بعد.